السلام عليكم، حياكم الله ومساكم الله بالخير. الممر الصحي الآمن الثاني في المدينة المنورة في ميدان سيد الشهداء، هذا هو الممر الصحي، مسار من الأحجار الطبيعية بأحجام متدرجة، وهي من الطرق القديمة التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية. نصائح قبل استعمال الممر الصحي: انظر للصورة لمعرفة أماكن الارتكاز، يجب المشي بالجوارب أو حافي القدمين، ننصح بالجلوس بعد استخدام الممر 10 أو 5 دقائق من المشي كافي في اليوم، مفيد جدا للدماغ والعين والقلب، العمود الفقري، الإذن، المعدة، الكلى، الأمعاء، الرئة، الكبد، البنكرياس إلى آخره. هذا هو الممر الصحي الآمن بعد ما انتهى بشكله الجميل، يقع على ضفاف وادي قناة الجميل الرائع، وهذه مسارات الماء وجداول الماء في وادي قناة تمشي، يا سلام. والآن ندخل إلى الممر الصحي الآمن، بسم الله توكلنا على الله. وهذا الممر الصحي الآمن أحجار طبيعية، نزل المداس وخلك طبيعي، وخلك طبيعي تستفيد. أهم شيء يعرف أنت فين تركز رجلك، عشان يقول لك كل عضو من أعضاء الجسم مرتبط بأسفل القدم، اعمل لها مساج طبيعي يفيد هذا العضو جدا. شوف كيف الأحجار بأحجام مختلفة متفاوتة، ورؤوس مدبدبة وبعضها مطبطبة وأشكال مختلفة، كلها مفيدة للجسم. أيضا مكان جميل مزروع بالأشجار، وهناك ألعاب أطفال ونجيل خضراء، وهذا ضفاف وادي قناة الشهير المعروف في التاريخ. وهنا أيضا حجارة من حصباء إذا تبغى تمشي تكمل كمان، وهذا ألعاب أطفال، وهناك في جلسات، والمكان جميل. نرجع ناخذ كمان جول على الأحجار الطبيعية، ممشى ميدان الشهداء.